السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في القناة يا أخواني. نلعب لعبة أكشن، لعبة أكشن طبعا مونستر هانتر رايز، هي من إصدار شركة كابكوم، وهي طبعا الجزء السادس من اللعبة، صدرت 2021 السنة الماضية في نينتندو سويتش، والآن متوفرة على الكمبيوتر. حاليا ألعب عن طريق الكمبيوتر. طبعا بعد ما صممنا الشخصية على السريع بسرعة نبتدي الحين. انا ما عندي فكرة كبيرة في لعبة مونستر هانتر، فبنتعلم. لعبت العاب القديمة هي مونستر هانتر جيو، وكذلك مونستر هانتر رايز فقط. اعتذر، مونستر هانتر وورلد السابقة كانت اللي صدرت في 2018. طبعا صممت الكلب والقط على السريع بسرعة تم تصميمهم. قرية جميلة. ايش هذا؟ ايش هذاك اللي كان في السماء؟ في مونستر يطير في هذه اللعبة؟ هذا قريتنا؟ كثير من القطط موجودين معنا، كثير من القطط، ناس تعمل. هذا مش قرية، هذا مصنع، مصنع للتصنيع. اعتقد اول مره يضيفوا كلاب في اللعبه، لان في العاده يكون قطط فقط. اسمهم فيلاين. نيوس ميسوشيت او هينويا مينوتو. اوكي، اللي على اليمين هينويا، يسار هناتو ميورا نوتورال مور ركوميدو أتلانيو توبي دينيشي أوفرا يوري نيكيمي ميغا إيرا. إيش كان موجود؟ آهاكي ريبيديخ. كانت كارثة حاصلة قبل فترة. شيشي داتو تول تاسما دو ديوك أمي إيتاس تاسما دو ميدو رانيها ديريك. يعني مجموعة من وحوش هجموا للقرية. طيب إيش السبب؟ ليش هجموا للقرية؟ بوروريغا لوداتي تو بومسي سوشي لوكو لاديا جيتي. يعني الحين دورنا نحمي القرية من هذا الوحوش. يلا جاهزين. يوري تاغي ريميما. الضحكة حلوة. طيب الحين يعلمونا عن القرية؟ جاهزين نتعلم؟ طيب طيب هذا المحل نتسوق منه؟ ما نريد نقرأ التوتوريال. طيب
هذا المحل ايش يريد منا؟ هذا ايش يريد؟ نحن نريد نصطاد الوحوش فقط. اول ما تلعب لعبة تحصل تيتوريالز او تعليمات كثيرة اكثر من لازم، تتعقد. اذا تحب تقرأ يمكن بتحب تسوي هذه الاشياء، تاخذ معلومات اكثر. هذا الموجود عندنا، يا سلام، في حركات جديدة في اللعبة. هذا الكانتين، المطعم اللي ناكل فيه قبل اصطياد الوحوش. يلا جاهزين جاهزين، نبي وحوش نبي وحوش. طيب هذا الجاذرينج هاب اللي هو اذا تحب تلعب اونلاين مع اصدقائك راح يكون عن طريق هذا المكان. من هذه؟ نسيت، ميناتو او هينويا، ليش كذا يتشابهوا؟ نسيت اسمائهم. هينويا، اوكي، هينويا اللي خارج، واللي داخل جاذرينج هاب راح تكون نسيت. خلاص ما علي، اسف لاني انساهم. طيب من يبي يكلمنا؟ ماستر اتشوسي. يريدنا نصوره. طيب بنصورك. سي تشيز تشيز. خلاص خلصنا، مهمة سريعة. طبعا هذا المكان اذا نحب نلعب اونلاين في المهام مع اصدقائك او مع ناس اخرين عن طريقنا، هذا اللي فهمته. وخارج راح يكون سنجل بلاير اللي هو اوفلاين، تلعب انت والحيوانات اللي عندك، القط والكلب. طيب خلينا نتسوق. ايش بعد مطلوب منا؟ بس لازم اغير سلاح، ما عجبني هذا السلاح. انا كان سابقا المفضل عندي انسكت جليف، هو سيف مع الحشرة. بنشوف حركات جديدة الموجودة فيه. لا نستخدم انسك ليف احسن، خلينا انسك ليف. عندنا حشره وعندنا سيف، ايش نبي اكثر؟ على فكره احب الحشرات، ما اعرف ليش بصراحه، ما اعرف ليش احب حشرات، ما احب امسكهم بس احب اشوفهم يعني كذا. طيب نعدل. ايوه نتأكد الاشياء موجودة عندنا ممكن نغيرها. خلاص مستعدين نشوف المهمة الاولى. بعد اوكي، هذا ايش اسمه؟ بومة؟ بالعربي يسمى بومة؟ نسمي بومة؟ كهوت؟ خلي نفس الاسم احسن. طيب هذا القط ايش تريد؟ كثير تعليمات، اول ما تلعب لعبة كثير تعليمات، ممكن تاخذ 10 دقائق او اكثر ربع ساعة بس عشان التعليمات، تعليمات هذه اللعبة. طيب اذا اوكي، اذا تريد تلعب اونلاين عن طريق هنا تفتح انه يكون اونلاين، بس ما عندي حد، عايش لحالي. هذا اذا عندنا اشياء اضافات من اللعبة. طيب بنجرب نلعب اونلاين اذا كان في حلقات القادمة، اذا اصلا الناس شافوا هذه القناة. ممكن نزل الجزء الثاني او الثالث اذا وصل على الاقل لايك 10،
ممكن ان شاء الله. اوكي لاير ارمر نجربهم كلهم. لا 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 شكله قبيح هذا يعني. حلو ما عندكم حجاب كمامة؟ نريد حجاب على الاقل. حجاب اذا موجود عندكم. طبعا سميت شخصيتي هيناتا والقط لا الكلب سميته باروتو اذا كنت من محبين مسلسل ناروتو. بس كده طيب نحاول نضبطنا الشخصية نضبطها على الأقل تطلع شكل أجمل. لا هذا لا كذاك أحلى أحلى على الأقل تسترت شوي. أعتقد خلصنا باقي شيء. نشوف المهمة الأولى. طبعا المهمات الأولى أعتقد كله راح يكون تعليمي كذا. تتكلم كثير يلا بسرعة. أرجنت كويست مهمة عاجلة. وش هي المهمة العاجلة نحتاج ناكل؟ لا ما أعتقد. أعتقد راح يكون فقط تعليمي كالعادة. Shrine Ruins. صوت جميل. طبعا اللغة مختارينها لغة Monster Hunter. يعني مقرب كلام كذا. هذاك صوت كان ياباني. الحين هذا تعليمي نمشي بسرعة بسرعة نخلص مهمة بسرعة. هذا التعليمي علمنا كيف الأشياء الجديدة عشان ما ناخذ من وقتكم كثير فيديو يكون كثير. طيب يبينا نتسلق. طريقة كيف تتسلق الحجر. طيب يكون عندنا الكلب ممكن. هذا الدرايفر راح يكون اوبرمان الكلب. طيب هذا الحشرة تعطينا دفاع. طيب شريد منه. طيب في وحش صغار نقتلهم. إيزوتشي نقتل ثلاثة. بعد انا اخذ هذا الاشياء. كيرفينج شارب كلو خلصنا منه. نرجع مرة ثانية السفر السريع وخلصنا منه. هذا خلصنا من التدريب. ما هو ذا الكلب مالي؟ اسمع لي. لا 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 هذا بياكلني. هذا اكبر مني. هذا الكلب اكبر مني. طيب هذا قلنا فيه مهمة. مهمة جديدة. ايش عاد مهمة؟ يلا نبي نقتل وحوش. بعد التعليمي كل شيء تعليمي. جمع جمع. إيزوتشي جاكراس. نروح ناخذ جاكراس احسن اول. ايوه هذا وحوش صغار.
حاول نتخلص عنهم بسرعة. ايوه هذا حيواناتي باروتو. هذا صندوق لازم ناخذ منه كل شيء مجاني فري. طبعا اظن لازم نجمع اي شيء، اي شيء نشوفه قدامنا راح ناخذه لان كل شيء بنحتاجه بعدين. نقتل هذا الجاكرس 8. احس قوة الكلب اقوى مني في الضربات، سلاحه اقوى مني. اعتقد بعدين ممكن نطور اسلحة الكلب والقط يكونوا اقوى. نسرع الفيديو بسرعة احسن لان اخذ وقت كثير في الركض. هذا موجود عظام ناخذهم معنا. هنا موجود 2. شتورة طبعا لغة مستخدمة لغة مونستر هانتر، او اني بغير لغة. في لغة الانجليزية واليابانية، اذا حبيته ممكن تكتب التعليق نغيره. كذلك لغة اللعبة الحالية انجليزي، في اللي ممكن تكون مترجمة للعربي اذا تحبون راح اغيرها، بس اذكرون في التعليق راح اغيرها. خليت انجليزي لان لعبت الالعاب السابقة لمونستر هانتر باللغة الانجليزية، بس ممكن اغيرها تحديد. نسرع الفيديو، باقي واحد جاكرس. وين راح يكون؟ نبحث عنه. أصوات غريبة لما يكون الفيديو مسرع. نحن نمشي لازم نجمع أي شيء نشوفه أمامنا، كل شيء تشوفه تحتاجه. كان موجود هناك 1 2 موجودين. حركات الجديدة في اللعبة ممتازة. شيتورا ايوه تخلصنا من هذا. خلينا نشوف المهمة اللي بعده، نبي نقتل وحش واحد على الأقل اليوم، وحش واحد على الأقل. تراسو وهذا حشرة، خبرتكم انه احب الحشرات. حصلنا حشرة ناخذها معنا. حركات تسلق جميلة في اللعبة وسلسة. بس الكلب شلون وصل لفوق؟ هذا السؤال. يلا نشوف المهمة اللي بعدها. اوكي هذا التسوق، اذا نحب نتسوق ما نريد، شكرا. ننتظر الصندوق اللي عندنا نرجع الاغراض الاشياء اللي اخذناها عشان نجمع اشياء ثانية بعد ذلك. هذاك لحم ني، هذا لحم مطبوخ. من طبخ اللحم؟ انا من هنا اخذت اللحم مطبوخ. ما في دجاج؟ في العاب سابقة ما كان في دجاج، اكلنا كل دجاج. ليش؟ ما اعرف، كله لحم لحم لحم. اوكي هذا يريد لحم، نعطيه لحمة واحدة ويعطينا مال الدم. طيب شكرا مع السلامة.
انت بعد ايش تريد؟ اوكي هنا نطور الاسلحة بس حاليا ما نحتاج. نشوف المهمة اللي بعدها عشان ما ناخذ وقت كثير. بس تجميع عندنا ديليفر 8 مشروم، اريد مشروم ولا فاير ترنت. طيب اللي هو باللون الاخضر في الخريطة اليسار تحت، هذا الاشياء يحتاج 8 وحدات. حبات او وحدات ما اعرف. طيب ناخذ هذا، لا احسن نجرب سلاح كيف يطير والمسافة اللي ياخذها. نجرب ايوة. قطعنا مسافة كبيرة، شوف المسافة اللي قطعناها كبيرة. نسرع الفيديو احسن، خليه سريع شوي الفيديو للتجميع. طبعا ناخذ اشي نشوفه قدامنا، ناخذ العظام لانه يفيدنا في تطوير الاسلحة والدرع. الحين بس نجمع هذا الاشجار اللي اسمه فاير ليترن. ممتاز الطيران، وهذا نايم كيوت يا حليله نايم. لا ما راح نزعقه ونقتله، نخليه براحته. والله ايش حصلنا؟ حصلنا بيضة؟ هذه بيضة من مونستر هانتر ستوريز؟ مو نفس البيض من مونستر هانتر ستوريز؟ ممكن نجمعهم ناخذهم بعدين يصيروا عندنا وحوش قاتلوا معنا. اذا لعبت لعبة مونستر هانتر ستوريز لازم تلعبونها، هي متوفرة على الايفون والاندرويد، وموجودة مونستر هانتر ستوريز 2 إذا كنت تابعت مسلسل كرتوني فأكيد راح تعرفونها. طيب نفي سامب كام في مخيمنا موجود معنا. خلصنا، شكرا للمساعدة يا حيوانات الجديد الجميلة جديدة الجميلة. طيب الحين ايش باقي بعد؟ خلص المهام، اعتقد مهمة واحدة لان هذا لنجمة واحدة، مهام نجمة الواحدة. هو فقط كتعليمي اعتقد راح يكون. ريدنا نقتل اشياء عشان يكون عندنا، نقتل وحوش عشان يكون عندنا المخيم شيء كذا. قال ايش تريدي انت بعد؟ بليز في مهمة عاجلة. This is really bad. ايش حاصل هنا ويا؟ ايش حاصل؟ مهمة عاجلة عندنا؟ ايش المهمة العاجلة؟ اول واحد جريت ايزوشي، قتلنا ايزوشي الصغير الحين جريت ايزوشي. ايزوشي الكبير يعني الاكبر منا. نجرب المطعم لاول مرة. اوهايو غوزايماس. طيب ايش ناكل؟ جيذرينج الديفندر، يعني شوي يعطينا ديفنس او دفاع اكثر. وناخذ ميديك بعد اي شيء. الحين القطط يطبخون لنا.
نحن عندنا قطط ياكلوا الاشياء اللي عندنا، عمرهم ما يطبخون. لا في دانجو. اي ما براتي. اريغاتو غوزايماس. ورحنا للمهمة. طبعا هذا على كل مهمة جديدة لازم يغني. هذا خطير، الوحش خطير جدا. هذا ذيل حاد، ضربة واحدة مات. ليش عاد قتلهم؟ ليش كل هذا؟ اوكي جريت ايزوشي، الحين نقتل هذا الوحش، نصطاده، نقتله كل واحد. طيب اول شيء لازم نروح للصندوق نشوف الاشياء المجانية، لازم ناخذ كل شيء كالعادة، نجمع كل شيء عندنا بنحتاجهم. نزيد الفيديو، نجمع الاشياء، اي شيء نشوفه امامنا ناخذه. هذا قانون مونستر هانتر، كل شيء تشوفه امامك تاخذه، خاصة في بداية اللعبة. اعتقد في كل العاب اول ما تبي تاخذ كل شيء. هذا هو حصلنا. طبعا انسكت كليف لازم تاخذ اللي باللون، الالوان عندك احمر اخضر احمر ابيض وبني، في اخضر هو بس للهيل مثل ما تشوفون فوق، اخذت الحين الابيض. الاحمر يعطينا سرعة قتالية وقوة زيادة، والابيض السرعة، وكذلك الاخضر راح يعطينا دفاع. هذا ولا هذا السلاح، كل سلاح مميز في اللعبة. لازم نقرب جميع الاسلحة تشوف السلاح اللي يناسبك. طبعا اذا تحب تطير في الجو تلعب انسكت جليف اللي هو هذا السلاح مثل ما تشوفون. صعب احيانا للمونستر انه يضربك وانت فوق وانت في الجو وانت هليكوبتر صاير. ضغطت الزر الخطأ. طبعا ممكن ان الحشرة تشفينا اذا ضربناه وقحمنا على الخلف في الميزة اللي هي ليفت 2 و او دائرة كذا، نفس هذه الحركة نفس الحين. حاول يضربنا بس نحن فوق في الجو. يا حليلة جريد ايزوشي، هذا ميت. صعب انه يضربنا ونحن في الجو. هذا الحركة الجديدة ممكن انك تبتعد من الخطر بسرعة. يعني انسكت كليف سريع، تبتعد من الخطر في سرعات، يعني في مهارة جميلة يعني. شوف بعد مرة ثانية نجمع الألوان، ممكن هذا السلبية انه لازم مرة ثانية تجمع الألوان بعد 90 ثانية على ما أظن، إلا إذا تغير في هذا اللعبة، ما بحثت عنه والله بصراحة. بس اذا خط لونين فقط راح تكون المدة اطول، اللي هي 100 ثانية او 120 ثانية ما اتذكر زين، بس يكون اطول. هو ممكن انك تاخذ بس لونين بعدك لون ثالث اخر شيء تاخذه عشان طول المدة. هو الدفاع ما تحتاجه كثير حاليا، ما نحتاج، يمكن بعدين نحتاج للوحوش الاقوى. طبعا الاحمر في العاده يكون الراس بس، هذا المونستر في الذيل، والابيض يكون في الجناح لبعض الوحوش، والبني يكون للرجل الخلفيه اعتقد، الرجل الخلفيه ايوه، بس يختلف من وحش لوحش اخر.
كيف؟ هذا حلو في أنسك ليف هذا السلاح، إنك ممكن تتقرب بسرعة وتبتعد من الخطر، والسرعة في الهجوم. هو السريع هو، حتى ما ضربنا مرة، مرتين فقط أذانه والحشرة شفتنا، والحين نتفادى الخطر. لازم نحاول نجمع الأحمر، عطني أحمر، عطني أحمر، أريد لون أحمر. شوف هذا الطريقة أنك تتفادى الخطر، يجيك الخطر بالإنسكليف تبتعد عنه بسرعة. هذا حركة حلوة. والحين عطنا اللون الأحمر لو سمحت. طبعا الحشرة في بداية اللعبة راح تكون بطيئة كثير، بس بعدين راح تكون سريعة، ممكن تطور الحشرة اللي عندك. أعتقد قرب يموت. إيه خلاص قرب يموت، لسه تعبان. خلاص ده بتموت، خلاص موت، خلاص ما له داعي. طيب ايش بعد؟ ولا بعد حي؟ كالعادة نبتعد عن الخطر، نطير ومات، انتهينا منه. وانا مونستر الوحش مات وانا بعدني اطير في الجو، وانا بعدني طاير في الجو. اذا لعب مونستر هنتر رايز جرب انسك جليف. بس اتمنى يضاف في مونستر هنتر ستوريز، كنت دائما اتمنى انه موجود انسك جليف، بس للاسف. طبعا بعد ما يموت لازم نجمع هذا عشان نطور السلاح. الحين طورنا السلاح، اذا عجبكم اعملوا لايك واشتراك. اذا وصلت العشرة لايك او في مشاهدات اكثر ممكن اكمل الحلقات حتى اختيم اللعبة ونطور كثير. ممكن نزل حلقة ثانية، بس ما اعرف بنزل حلقة او لا، بس اذا وصلت مشاهدات اكثر ان شاء الله، او ان 10 لايك يكفي، لان قناتي دائما مخفية ما حد يشوفها لهالسبب. وخلصنا منه. كوراما أوترا، مع السلامة. سانيونارا، أريغاتو.